بتوتر ناس كتير، ناس كتير بتسأل. هو يعني زي موضوع مثلا مريم فارس اتجوزت جوزها مش معروف مين هو، فاهمة ازاي؟ لا يعني فانت بقى اتجوزتي ومش عارفين بقى اتجوزتي ولا ما اتجوزتيش، والناس مش فاهمة حاجة يعني ايه الموضوع، وهو جوزك مصري ولا اجنبي؟ لا هو انا فعلا اتجوزت يوم 27/10 الشهر اللي فات، شهر 10 اللي فات. جوزي كان دكتور تجميل، هو من موسكو. وهو ما كانش كان من روسيا. روسي؟ علمك كم من كلمه كده يعني ولا شويه بس؟ لا لغتنا احلى لغه في العالم طبعا. فبعدين اتجوزنا فعلا، وهو ما كانش مسلم، هو اشهر اسلامه في الازهر الحمد لله الحمد لله. وبعدين ما حصلش نصيب، بسبب ان هو انا اكتشفت ان الاسلام ما كانش اسلام حقيقي ولا مسلمة. يعني انت يعني هو لما دخل دين الاسلام دخلوا عشانك بس، مش مع اني في بالظبط، ومع اني في الاول قلت له ان دوت ما ينفعش عشان حرام، وقال لي لا طبعا انا مقتنع وانا. وبعدين بعد الجواز حسيت ان في حاجات، عارفه في حاجات من الاول بتبين لك انت العلاقه دي هتنفع او مش هتنفع. وكان الموضوع كانت مشكلتي وسبب انفصالي ان هو مش هيبقى على ديني او مش هيبقى مسلم حقيقي يعني. فكنت فقلت لا، فاعترضت وقلت لا ان احنا ننفصل احسن. ده اكتشفتيه يعني بعد الجواز؟ بعد الجواز. يعني انتم تقريبا ما عدتوش مع بعض كتير؟ 3 شهور. 3 شهور يعني 3 شهور ما قدرتيش تعرفي قبل كده ان هو هيتجوزك، يعني هيتجوزك مثلا، هيدخل دين الاسلام فعلا ولا هو عشانك؟ طب ازاي عرفتي بعدين ان هو ما كانش داخل دين الاسلام، يعني داخل دين الاسلام بس عشان يتجوزك؟ بصي يعني قبل الجواز احنا بعد ما عملنا الاشهار رحنا صلينا مع بعض، وهو اللي كان بيطلب يلا نروح نصلي الجمعه، وكنت بقعد اعلمه وكده، وكان يقعد يقول لنا لما كنت في تركيا كنت حبيت الاسلام من هناك وان الناس. فبعد الجواز لقيت ان في حاجات كتير، يعني انا رافضه، احنا عندنا في الاسلام الامار حرام، في حاجات كتير يعني حرام بالظبط. فانا اكتشفت ان في حاجات من اللي انا حتى اتكلمت معاه فيها لقيت ان هو مش هيبعد عنها ومش هيبطلها. فانا قررت ان انا انسحب بدري قبل ما يكون في بيبي او حاجه. طبعا طبعا. وانا اخترت رب يعني. وبعدين لما تحطيني في وقت تقولي لي طب لا لو بتحبيني اعملي، لو بتحبيني اعملي، لا الحب ما بيجيبش حد لتحت، الحب بيطلع ناس لقدام. فانا لا، فطبعا ربنا وديني، انا عندي دي احلى دين في العالم يعني. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد ربنا. لله. فبالظبط، فعشان كده كان ده سبب الانفصال. ناس كتير طبعا قعدت تفتي، ربنا يبعت لك اللي احسن منه طبعا.